خلينا نبدأ على طول بقى الأخبار بتاعتنا لجمعية نصر المحروسة اللي أقامت تعريف أو حفل لتعريف الأطفال الأيتام بالمناسك اللي بيؤديها الحجاج. خلينا نشوف هم عملوا إيه ونرجع لكم تاني. أقامت جمعية مصر المحروسة بلدي احتفالا لأطفال الجمعية الأيتام ليتعرفوا فيها على كيفية أداء مناسك الحج والشعائر التي يؤديها الحجاج بالأراضي المقدسة. اليوم النهارده من الايام الاجتماعيه الجميله اللي احنا بنعلم ولادنا فيها عن طريق بيان عملي بمكتات بتوصل المعنى وبتوصل الهدف ليهم ان هم يفهموا مناسك الحج وازاي تتم. المعنى بشموليته ان هو بيتعلم وبيفهم، الاولاد بيحسوا ان احنا كلنا معاهم في ترابط، في تكاتف، في حته اجتماعيه موجوده. يمكن جمعيه مصر المحروسه بلدي رائده في مجال تنميه وتعليم وتربيه الاولاد، وحريصة كل عام ان هي بتعمل حفل مناسك عشان تعلم الاولاد الصغيرين في السن ده في المرحلة الابتدائية والاعدادية مناسك الحج اللي هو الركن الخامس من اركان الاسلام، الركن الاكبر والاعظم. وزي ما احنا شايفين يمكن في بعض المجسمات بيتم اعدادها، الولاد عارفين ان ديت اكيد مش الكعبة، الكعبة اجل واشرف من ذلك، ولا ده طبعا جبل عرفة ولا ده الصفا والمروة، لكن هي مجسمات بسيطة عشان نقدر نوصل بيها المعلومة للولاد في السن ده بصورة مبسطة، بصورة عملية اكتر. ارتدى الاطفال زي الاحرام وقاموا باداء مناسك الحج بداية بالطواف حول الكعبة وصولا الى رمي الجمرات، كما ايضا ذبح الاضاحي وتوزيع اللحوم على الايتام. انبسطنا جدا قوي النهارده عشان الاساتذه المشرفين ومسؤولين عن الجمعيه علمونا ازاي مناسك الحج نعملها ازاي وبطريقه وبتفصيلها، عشان اذا ان شاء الله رحنا حجنا لما نكبر نعرف ازاي، وذبح العجول كده وتضحيه. احنا فرحان النهارده عشان يعني عرفنا ازاي نطوف حوالين الكعبه ونسعى بين الصفا والمروه وعرفنا مناسك الحج. يعني جاءت هذه الاحتفالية لإدخال السرور على نفوس هؤلاء الأطفال الأيتام ليتعرفوا على مناسك الحج وشعائر هذا العيد المبارك. مرنا عادل، أونلاين.